هذه قلعة برقوق عنوان مدينة خانونس. اللي بيعرفش مدينة خانونس بيعرفها من قلعة برقوق. هي مكان الميلاد ومكان المعيشة ومكان الترحال. أنا بالنسبة لي كان كثير كثير حلو أيامها، فرحي كان في القلعة من جوا، فكان كثير شعور كثير رائع إنه كيف مكان أثري زي هيك يكون أنا فرحي. قلعة برقوق بشكل عام إنها هينا مكان لقمة عيشة أو رزق بالأحرى. فعلا هذه القلعة أدت خانونس وأهل خانونس طابع أن خانونس تاريخيا سدا منيعا أمام جميع الغزاة والمحتلين. أنشأت هذه القلعة في عهد المماليك، في عهد السلطان المملوكي برقوق، والذي أنشأها الأمير يونس النوروزي، وهو كاتب وحامل أختام السلطان برقوق، أو كما يسمى حاليا في عصرنا الحاضر سكرتير الملك. هذا المعلم أو هذا الخان الذي أصبح يطلق عليه قلعة، هذا كان يعتبر كخان يتوسط طريق التجارة القديم بين مصر والشام. وهذه كانت منطقة ملتقى لهم، يعني بيرتاحوا فيها، زي كانت يعني عبارة زي بنقدر نقول زي فندق في هذاك الزمان، كانوا بيتزولوا فيها بالأكل وبالشرب، وفي نفس الوقت يعني راحة للدواب تبعتهم وأكل محلتهم. فمشان هيك هذه عبارة عن خان، هو اسمه يونس، فسميت زي تركيبتين خان ويونس نسبة إلى الأمير يونس النيروزي من المماليك. هذه القلعة أنشأت في أقصى جنوب فلسطين من جهة البحر، يعني لا تبعد قلعة خانونس عن البحر حوالي 3.5 كيلومتر تقريبا. هذه القلعة أنشأت، الهدف الأساسي من إنشائها في عهد المماليك أن تكون نزل أو محطة لاستراحة التجار والحجاج والمسافرين. لكن في فترة الخلافة العثمانية وتغير التخصيص الذي أنشئ من أجله الخان، استعمله العثمانيون أو الأتراك كحامية وكمقر للإمارة العثمانية في هذه المنطقة، ولذلك تحول هذا الخان من خان إلى قلعة يسكنه الجنود ويسكنه الحكام في المنطقة. أنا كنت عايشة في الإمارات وإجيت من الإمارات، قعدت سنة هنا وصار النصيب وأخذت عبد، ولما أخذته نصيب أن أكون أعيش في مكان أثري، وبالصدفة كان برضو فرحي في المكان الأثري هذا، فحبيت بعد ما تجوزت أقول له نفسي أتعرف على الأماكن هذه، أنك تاخذني عرفني إيش فيه في القلعة هنا يعني، ونفسي أزور المكان اللي أنا عملت فيه فرحي. وفعلا أخذني ولفي القلعة، هنا الشيخ إبراهيم وهنا الدكتور هاشم وهنا فرحنا، كان صار يعرفني على الأماكن الموجودة في القلعة. كان والدي قديم جداً من 40 سنة تقريباً، وكنت أنزل أنا معاه هنا، طبعاً تعلمت الصنعة معاه على هواه، فإلي ما يقارب أكثر من 28 سنة بعد وفاة الوالد. طبعاً كانت القلعة هذه منطقة البلدية، هذه كانت أكثر من 40 إسكان فيها، تعلمت الصنعة هذه تقريباً بصعوبة شوية، لأنها كانت أول إشي على الإبرة الخياطة العادية، بعدين تطورنا يعني للصنارة اللي زي هاي اللي تعلمناها بس لأننا نخوض فيها العملية هذه الخياطة. فيعني بتقنيلي هذه الصنعة صنعة أثرية بسميها، من التراث يعني الشعبي تبعنا اللي بنفتخر فيه برضو هذه الصنعة، لأنه بدونها برضو
ما فيش حياة. وبالنسبة للقبر هذا تبع تبع شوف اسمه تبع الشيخ إبراهيم وكانوا زمان بيجوا بزوروه والله شامع وبفطروا عنده وبذبحوا خرفان عنده. هنا بذبحوه ولا بذبحوه برا؟ لا هنا. هنا؟ هنا وبوزعوا وبيجيبوا مساكين وبوزعوهم وبفطروهم وبوزعوا اللحمة وبوزعوا وفي المناسبات لازم إذا كان في مناسبة لازم يجوا. السلام عليكم. عليكم السلام. هلا أبو فخر سلامات. وين دكتور؟ وين مكامل؟ سلامات. إيش أخبار؟ وين إيش بيه؟ كيف والله زين في القلعة؟ كيف الشعور مع القلعة؟ رجع الذكريات على الزمان. وأنت داخل من القلعة بتشوف في أسدين تم نقشهم على مدخل القلعة. هذول يعبروا عن قوة وجبروت من بناها أو من شيدها. القلعة تتميز بحجرتها الصلبة القوية وذلك طبعاً عشان تصد أي عدوان خارجي من اللصوص أو قطع الطرق في هذه الفترة. يعني حين تقعد تسرح كده مع نفسك وتتخيل كيف كان شكل الناس اللي زمان، كيف كانوا بيلبسوا، طب هل كان سيفهم طويل، طب هل مثلاً كان بيلبس خوذة على راسه، طب يعني خاصة أنه لما بيقول لك أنه هذه كانت محمية وهذه القلعة كان فيها مثلا المنطقة معمولة للزيت، يعني بقول لك زي انه يعني في اخر شيء اذا سقطت اخر القلاع سنسكب الزيت على الاعداء. فانت بتتخيل لو انت في قلبها كيف اجوا الناس، كيف حاصروها، تتذكر التاريخ مثلا صلاح الدين، البيزنطيين كيف كانوا بيحاصروا الاعداء، كيف كانوا يدكوا الحصون، كيف المقاليع تضرب، كيف المنجنيق. فاحيانا انت يعني بتسرح كده بتحاول تعيش التاريخ، تتذكر انه كان ممكن تتخيل لها عالم ايش كان ممكن يكون صار فيها. القلعه تحكي تاريخ اثري لمحافظه، تحكي لجيل متتابع، جيل متوارث من الاباء من الاجداد الى الاباء الى الابناء. احنا الان موجودين على البوابه الرئيسيه لمدخل الخان، وهي تقع في الجهة الغربية من الخان اللي كان موجود، والتي هي الآن هي المتبقية فقط، البوابة والسور الغربي للخان على ما هو عليه الآن حاليا من قلعة خان يونس أو خان خان يونس. هذا الباب الرئيسي يوجد عليه لوحة رخامية تؤرخ التاريخ الذي أنشئ فيه الخان. أقول والحق له رونق يقوم في النفس مقام الدليل، أن له الملك سبحانه قد عضد الملك بأكفى كفيل، فالملك الظاهر البحري الندى أبي سعيد ذي العطاء الجزيل، وتم الخان لتسع مضت بعد 80 و700 بعون الجليل. الآن لو دخلنا في باب الخان يوجد على يمين الداخل اللي هو الباب الرئيسي لمئذنة الخان، على الجهة اليسرى يوجد مسجد الخان. مسجد الخان وهذا بابه الأساسي، الحجر الرخامي هذا الأبيض هذا باب الخان. هذا الجدار على مدخل المسجد الخان اللي موجود، ولذلك عليه كتابات تقرأ الآن تستطيع أن تقرأها، يعني كلها ألقاب تبجيل وتمجيد بالأمير يونس النوروزي. هذا السطر الثاني من الكتابة الموجودة على باب المسجد الخان القديم. طبعا المكان اللي انا يمكن ما ذكرتوش، المكان اللي انا جالس عليه بالوقت الحالي كان هذا في برضه جزء من القلعه مبنى هنا. كان هذا المبنى طبعا مكون برضه كمان كان حلو جدا منظره، كان مكون من كرميت برضه احمر قديم، وكان جنبه طبعا هذا لا انسى برضه اللي هي الاستبل الخيول اللي كان يرتبط في المكان هذاك. طبعا المكان هذا برضه نهار كان الاساور مبينات وضحات وضوح الشمس هنا، كانوا هذول الاسطبل لما يجوا بالخيول يجوا يربطون طبعا للراحه، اللي كانوا يجوا بالايام التجاره
في القديم كانوا يجوا هنا ويربطوا الخيول في المكان الخلفي اللي أنا قاعد جالس حاليا ورا. زي أنا ما حكيت يعني من الشغلات اللي بتخلي الواحد يتمسك بالمكان هذا إنه عنوانه سهل جدا، إنه سهل إنه أنت تعطيه لأي حدا. ألا نعم كيف حالك؟ إنه هذا المكان سهل تعطيه لأي حدا، إنه سهل إنه أنت تشرحه لحدا. الآن أنا مثلا العيادة هين، فأنا لما بدي أقول لحدا بقول له تعال على القلعة، مش محتاج أنا أقول له جنب صيدلية فلان، جنب دار فلان، جنب علتان، أنا بقول له في القلعة وخلص. القلعة معروفة، بكتب كلمة داخل القلعة. أنا بالنسبة لي إنه أنا ساكنة في القلعة، إنه هذا مكان قريب علي، بتوفر فيه كل الاحتياجات اللي أنا بدي إياها، من كان سوق لخضرة لملابس لإيش ما بدي بتوفر لي، يعني في نص البلد. يعني كثير في ناس بيجي بيقول لك الله ما أنا عارف كيف أنتوا عايشين هنا، يا رجل دوش يا رجل زحمة. ماشي، هذا مكان تاريخي، مكان أثري، مكان رائع جدا. يعني أنت بتكتب التاريخ بعيونك وبحدثك وبحضورك. زائد رغم ذلك كمان إحنا تعودنا على الدوشة، يعني ما مش كتير بنلاحظ الدوشة، مش كتير بنشوف، خلاص عودنا عليها. يعني الآن التوسع اللي فيه خان يونس الآن المدينة، هذا كله بعد الثمانينات وجد، والمحلات هذا اللي بتشوفها والعمران اللي بتشوفه كله هذا ما عمران حديث. السيارات اللي بتطلع على غزة بطلع من جنب القلعة، ده هو قدام القلعة. البلدية اليوم عملت لنا موقف للسيارات، له من سنتين جنب البلدية على سكة الحديد شرق، ومش عارفين ينقلوا الناس، لأنه يعني طبيعة الناس طبيعة إنه بتحب الأماكن اللي بيكون تزدحم فيها الحركة السكانية. فيعتبر هو مكان مركزي واستراتيجي وحيوي وهام جدا لكافة شرائح المواطنين في تنقلهم، في تحركهم، في لقاءاتهم، في جلساتهم، حتى المناسبات الدينية والوطنية كانت تقام في هذه الساحة المكان. هنا أنا أنت لك 20 سنة في القلعة صايرة ساكنة هنا. 20 سنة كان يوم وليلة، بس تغيرت الدنيا من زي قبل. وين أول وين هلا؟ كترت والناس كترت. بس كيف أنت أول مرة لما جيت على القلعة هنا زمان قبل 20 سنة؟ حاجة كثيرة. المكان هذا اللي ساكنين فيه هو المكان الأثري. هو أنتوا عشانكم مش متعودين عليه، بتقول أنت كيف ساكنين جوا. هو السور هو لما مسكر علينا، بعدين كان السور هذا لعلمك حسب ما بيحكوا الاختيارية كان لحديد منطقة السكة كمان، بس شوية شوية عاد مع الزحف العمراني كله راح تهدم من 67 لما وصل اللحظة هذه. عاد الناس كتر وصلت تبني العائلات اللي حواليها. أنشأت القلعة كخان لوجود التجار واستراحتهم. طبعا هذا من هذا المكان أصبح محيط المكان قلعة خان يونس أو وسط مدينة خان يونس هو تجمع للتجار ورجال الأعمال وللحوانيت ولكافة الأعمال التجارية. طبعا بعد ذلك تحول السوق من منطقة القلعة لمنطقة سوق الحب تسمى هنا. طبعا قريب جدا، ما كانش المباني هاي تقريبا، كانت ما بينها وما بين السوق فراغات، منطقة إحراش، وكان هذا سوق الحب موجود وواضح جدا. انتقل السوق من المنطقة هاي لمنطقة سوق الحب، صار منطقة سوق الحب اللي هي المنطقة التجارية. بعد كم من سنة تحولت البلد بشكل عام هين، تحولت كمنطقة تجارية كلها صارت. طبيعة الحال طالما أنت في عندك تجارة، في عندك تجار وعندك وافدين،
معناته بدك توفر لهم امكانيات، بما انه بيوردها ناس كثير وبيجي عليها ناس كثير، فمعناته ان انت بدك توفر اماكن، حتبني، حتصير عندك نهضه عمرانيه ونهضه تجاريه ونهضه اقتصاديه، فبتصير الشغله هذه طفره لانه انت في عندك دخل. فاصبحت تتوسع هذه المنطقه شيئا فشيئا الى ان اصبحت هذه المدينه او هذه المنطقه تسمى مدينه خان يونس، ويسكنها الان اكثر من ربع مليون نسمه اللي كانوا يعني من 150 سنة بجوش 1000 نفر يعني. وممكن نقول إنه حتى القلعة أضافت نقلة نوعية لمدينة خان يونس، بحيث جعلتها من مكان غير ذي اهتمام، ولكن من وجود التجار فيه أصبح هذا مكان تجاري، وأصبغ بصبغة وصفة تجارية، بدليل إنه هذا المكان الآن معظم العيادات، المحامين، الأطباء، يعني بركزوا عياداتهم وأماكن شغلهم وتحركهم في هذا المكان. أول مكان وعيت عليه هنا هو الشيخ إبراهيم، كانوا الناس يجوا يقروا الفاتحة هنا ويتجمعوا يعني الناس هنا عليه. أنا أول ما شفت المكان بصراحة خفت، لما كنت أنزل أخاف أن أنزل المغرب على هو أنه كيف قبر ويكون وسط السكان. يعني موجود في القلعة طبعاً اللي هو قبر يسمى قبر الشيخ إبراهيم، فأنا سألت والدي عنه القبر، طبعاً والدي توفى من تقريباً 3 سنوات، قال لي أنا يابا انولدت والقبر هذا هو موجود هنا. فالقبر زي ما أنتم شايفين على نفس الشكل هذا وعلى نفس هذه المكانة، هو يسمى الشيخ إبراهيم. في ناس بيحكوا أنه هو إجا من تركيا، في ناس بيحكوا أنه هو من أهل البلد، فمش عارفين يعني. طبعاً كان هذا زي مقام أو الضريح زي ما أنتم شايفينه، كانوا الناس سابقاً كما حكوا ناس كتير أنه بتباركوا منه، لكن طبعاً مع تغيير الأوضاع والسنين الناس توعيت وصار في وعي عند الناس. بحضروا حالة لرمضان وللعب وللفوانيس. هينا كل أولاد خان يونس يجوا في المنطقة، كل خان يونس كل العائلات هنا. هو يعتبر مكان تجمع لكل محافظة خان يونس، صحيح، سواء من المنطقة الشرقية أو من المعسكر أو من القرارة، اللي بيجي لازم يعدي منطقة البلد. حتى كانوا يعملوا انتخابات برا الغرفة التجارية، صحيح، الغرفة التجارية صعب أتذكر في 94 الأيام الطبية المجانية كانوا سووها، صحيح، في الديوان. يعني العائلات باعتبار أن هي سنتر المدينة وبتكون أسهل للتنقل والتحرك، بدل ما يروحوا مناطق بعيدة للمواطنين، فكانوا يعني تشاوروا والجماعة فيش عندهم مانع عندنا يعني في الديوان ويجوا. ذاكر ايام زمان كيف كنا صغار، احنا ايام احسن منهم احنا. زمان الحين هم بيشروا الفانوس جاهز، الفانوس جاهز. زمان كنا نعمل عمايل لحالنا، صحيح، كنا بتذكر كنا نجيب علب النيدو تاع الحليب الفاضيه، صحيح، نعبيه رمل ونخرمه نحط فيه شمعه وبعدين نفتح له بيت زي باب، صحيح، ونقعد الشمعه كده بالعرض ونحط له سلكه نربط له ونحط له ايد، كل الحاره نعمل زي كده ونطلع نلعب في الليل بعد صلاه المغرب. بعد ما نفطر كنا نطلع نتجمع في الساحه مع اولاد المنطقه، يا حال، صحيح، رمضان كريم يا حال، لو نلعب أكثر حاجة كانت بتميز القلعة هنا. أنا بتذكر شهر رمضان كان كتير 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 رائع، شهر رمضان في المنطقة هذه. بتذكر وإحنا صغار بعد الفطرة يعني قبل بعد صلاة العصر بتبدأ الاحتفالية رمضان، بتحس إنه رمضان وأجواء بعد صلاة العصر. الباعة بيكونوا كتار جدا هنا. إحنا أجواء رمضان كتير كتير حلوة عندنا هنا في القلعة. صلاة التراويح كتير رائعة، بيكون صوت الشيخ منهل صوته كتير حلو. وهنا بيكون حركة الناس ما شاء الله حركة كتير حلوة، كل شيء متوفر لك، بتحس انه اليوم بمضي دغري وانت بتطلع على الناس اللي رايحة واللي جاي واللي بتشتري. وفي رمضان طبعا بنطلع بنزور بعضنا احنا هنا في القلعة. كان عندنا الميدان عالية كتير، كانت ساعة الافطار بتضوي الانارة، كانوا المناطق البعيدة اللي ما فيش راديو ولا حاجة ولا سامع ولا اشي كانوا بياخدوا ضو الميدان هو علامة الافطار. طبعا المنطقة المقابلة للقلعة كانت سابقا حديقة،
طبعا يستريحوا فيها المواطنين والسكان. بعد هيك طبعا اصبح كما يعني يشاهد الجميع هو مكان للبسطات المتنقله، فيعتبر هو مكان مركزي واستراتيجي وحيوي وهام جدا لكافه شرائح المواطنين في تنقلهم في تحركهم في لقاءاتهم في جلساتهم، حتى المناسبات الدينيه والوطنيه كانت تقام في هذه الساحه المكان. طبعا رمضان في الليل صوره كثير 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 حلوه في المنطقه هين في القلعه كانت او في الساحه. طبعا كل اهالي مدينه خان يونس بشكل عام كانوا بعد الفطره كلهم بينزلوا يروحوا عن نفسهم هين، بيصيروا يتمشوا وبتفسحوا. الناس الحلوين بتذكر المنتزه وائل اللي كان مبنى في اي بقيت اجيب العود واعزف زمان والله بقيت اجي لحالي هيك ايام المنتزه يعني اعزف لحالي بلاقي بعد عارف عشان بكون سرحان مع العزف بطلع فجاه بلاقي ناس ملايين قاعدين حوالي الجامع الكبير القديم ما بكونش حاسس بحس نفسي خلص لا. اسمع يا عيني ليلي ليلي تاريخ حضارة تراث كل شيء جميل وحزين في حياتك أنا عشته. تورثنا هذا المكان إحنا من أجدادنا ومن أبائنا مقيمين فيه، وإحنا على عهد أبائنا وأجدادنا في المحافظة عليه بإذن الله ما حيينا. فأنا بالنسبة إلي لا أتخيل حالي في مكان آخر غير المكان هذا.